بسم الله الرحمن الرحيم. أولا باسم الوفد الجزائري نشكر الإخوة المشرفين المنتدى المغاربي واللجنة التي تشرف على هذا اللقاء، نشكرهم جزيل الشكر على إعطائنا الكلمة لكي نقدم بعض الاستفسارات ليكون المفهوم عام لجميع المشاركين في هذا المنتدى. أولا أقدم في البداية، أولا أندد بالعنف في جميع أشكاله، وكما أيضا أتقدم بالعذر نيابة عن الوفد الجزائري على بعض الاصطدامات التي وقعت هنا وهناك، وأيضا أندد بالعنف بجميع الأطراف، ليس فقط بعض الأشخاص الذين قاموا، ولكن كانت هناك استفزازات، وإحنا من تقاليدنا المغاربيين الجزائريين الليبيين هو حسن الجوار، حسن المعاملة. إذا نتأسف ما وقع لنا كمغاربة في هذا المنتدى الدولي الذي المنتدى المغاربي أعطى حياة جديدة للمنتدى الدولي. إذا أثمن كل إخوة الذين ساهموا في تنظيم هذا المنتدى مع كل التقديرات والتشكرات لهم. كما أيها الإخوة، نحن سعداء جدا موجودين معكم، وحضورنا كان مميز من العدد نظرا ما وقع في تونس من الهجمة الإرهابية التي تنظرها سواح أجانب. دليل يؤكد أن المغاربة هم إنسانيين، ليس فقط للمغرب ولكن للإنسانية العالمية. إذا حضورنا كان مساندة للشعب التونسي وكمغاربته. إذا ظل من صفاتنا أن نفتخر بها. كما في هذه المناسبة لأخي سيكنا شخصيا عذرا وعذرا، لأنه قدم الكثير للمنتدى المغاربي بصفة خاصة، ولكن المنتدى العالمي، وهذا في الجهد اللي قدموه واللي أصبحت الآن ميزة من المميزات. لكي لا أقول عليكم يا إخوة، أقول أن اقتراحي أن من المنتدى لبنان كانت ديبوزي باغ تونيسيا، كو جو فو با إيطالي كيل سون دي بروبلام كي سون بوسي أ سا، جو غارد سا أو نيفو دو كوميتي، مي سيت أن كومبورتمون، جو لو دي فور كو لو سونس دورغنيزاسيون كي أ إيشابي إي كون أ إيتي. Je ne dirais pas victime, mais on a été quand même mis à l'épreuve et pour cela a donné une frustration aux Algériens d'être dans cette situation. Je propose pour vous montrer la bonne volonté des Algériens en tant qu'un comité qui se construit. Et aussi nous voulons une construction plus large que nous proposons que le prochain forum maghrébin que l'Algérie se propose en tant que collectif associatif divers en Algérie dans toute sa culture pour recevoir nos frères maghrébins en Algérie. Je termine avec tout le respect, que je demande au forum à mes amis qui sont là pour que la planète et que soient plus claires les choses, de que soient utilisées, pour que nous travaillons
pour l'avenir, pour l'unité, pour un avenir fort, uni, sans frontières. Merci.